وإطلاعهم على آخر صيحات الديكور والتزيين. ياسمين الصفريوي مهندسة الديكور تشتغل لحساب إحدى الوكالات، تشارك في المعرض لسببين: الترويج للمنتوج وتسويق ما تفتقت عن عبقريتها الإبداعية من تصاميم وألوان. كل كليان عنده دي بريفيرونس على شي ستيل، على دي كولور، على دي زامبيونس، على دي ماتيير ديفيرونت. دونك حنا كنحاولوا نجاوبوا على جميع لي زاتون ديال لو كليان. ينصب اهتمام اغلب الزبناء على المزاوجه بين الثقافتين المغربيه والغربيه، وهذا راجع اساسا الى رغبه البعض في اضفاء مزيد من الجماليه تتجاوب ومستواه المادي. الناس ماشيين وتيبغيو يدفعوا الاموال ديالهم باش يزينوا الدار ديالهم والحياه ديالهم، حيت الناس ستبان لهم بان في الدار ديالهم خصهم يوجدوا راحه. الساهرون على تنظيم المعرض يولون اهتماما كبيرا لهذا القطاع بالنظر الى مساهمته في تنشيط الاقتصاد ومواكبته للتطور العمراني. شفنا بان كاين اقبال على هذا لو سيكتور لا ديكوراسيون دو لاموبلمون في المغرب. الى خرجتي في المحلات التجاريه اكثريه تشوف بزاف ديال لي زانسين انترناسيونال كي سانستال او ماروك، وحتى المغاربه ولاو تيحلوا محلات ديال لا ديكوراسيون دو لاموبلمون. 50 عارضا جلهم من المغرب واخرون ينتمون الى اسبانيا والفيتنام، التاموا كلهم في هذا المعرض لتقديم منتوجات تقليديه واكسسوارات مكمله من اضاءه والوان ولمسات تشكيليه تلقى اقبالا، وهو ما جعل القطاع يشغل يدا عامله مهمه.